واشتركي في القناة احسنلك، واتفرجي على الفيديو للاخر كي تعم الفائدة. حتي الله جهزتي شربات رمضان عشانكم الشربتات. احد الشربات كده هون يشترك في القناة ويرزع اللايك، خلينا نبل الشربات وننبسط. انا كده حيز جهزت الشربات، يبقى اكيد استعدت لرمضان. حيث اني اكره كرهم بات اني ما اعمل حلوة، لسه هقعد اعمل شربات وبرده كمان، بكون اتخنقت وجبت جاز. اختي اتعودي دايما تعملي كمية شربات كبيرة وتحتفظيها ببرطمان زجاجي محكم الغلق او ازازة زي اللي انتوا شايفينها كده، ووقت الحلوة تستخدميه، هتوفري وقت وجهد، واوعدك انك مش هتجيبي جاز. الشربات بيقعد بالطريقة دي من سنة للسنة، وملح الليمون مادة حفظ. ما استخدم الشربات واحط فيه الحلوة حرميه، لا 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 لا، بعد ما هشيل الحلوة منه هصفيه في مصفة ضيقة جدا واحطه في برطمان تاني خالص وارجع استخدمه تاني. بس ما حطش اللي صفيته في البرطمان على الشربات اللي ما استخدمتوش، لا 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 لا، هحطه في برطمان تاني نظيف مش مستخدم. لو ما عندكيش برطمان زجاجي كبير، حطي في ازازة زجاجية كبيرة بس تكون محكمة الغلق، ما تحطيش في حاجة بلاستيك، حطي في ازاز. بشيل الشربات اللي بعمله في دولاب المطبخ، سواء اللي استخدمته او اللي ما استخدمتوش، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. اي وصفة محتاجة شربات تقيل هستخدم فيه الشربات ده، يكون اعلى من الحاجة اللي هنزلها فيه، زي القطايف، بلح الشام، الزلابية، زنود الست، صوابع زينب، الكنافة. طيب حد هيقولي ما اعمل صينية كنافة اخد قد ايه من الشربات للكنافة؟ الاجابة عايري كوبايتين شربات اكواب المعيارية، واسقي بيها الكنافة وما تزوديش عن كده، بس عايري في حاجة ليها بوس عشان تعرفي توزعي الشربات على الكنافة لانها تشربه بسرعة. الكنافة بتشفط الشربات بسرعة، عشان كده بقول لكم حطوا في حاجة بيها بوز عشان توزعوا كده براحتكم، والكنافة كلها يتوزع عليها الشربات وما تزودوش عن المعيار اللي قلت لكم عليه. شايفين شايفين جمال الشربات حلو ازاي؟ شايفين مظبوط ازاي؟ شربات فعلا شربات، ما تكسلوش تعملوه، هيوفر عليكم وقت وجهد. ايه تنين ويلا حصل خير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة هقول لكم طريقة عمل الشربات التقيل. المقادير 5 كوب معياري سكر، يعني كيلو سكر، وبردك تعايروه لانه كتير بيكون ناقص. 2.5 كوباية مية، وهعايرهم بالكوبايات المعيارية. ما عندكيش الكوباية المعيارية؟ الكوباية اللي انتوا شايفينها دي، يعني اللي في كل البيوت المصرية المتوارثة دي، بتساوي الكوباية المعيارية تمام. ولما هتعايري بيها هتعايري بيها كل حاجة. 2 معلقة كبيرة عسل كولوكوز، بيتباع في محل المستلزمات الحلوانية، سعره بيكون مش غالي. وده شكله 0.5 معلقة صغيرة ملح ليمون، بنجيبه من العطار، 0.5 معلقة صغيرة فانيليا سائل او بودر، عصير ليمونة كاملة. الطريقة، هنجيب حلة هنحط فيها 5 كوبايات سكر،
بصوا بقى، ركزوا، شفتوا خامس كوباية ما كانتش مليانة للآخر، فأنا كملتها من كيس تاني. فساعات بيبقى السكر ما هواش كيلو كامل، بيبقى أقل سنة، وممكن يبقى طبعا كيلو كامل. فالفايسر دايما هي الكوباية المعيارية. هحط على السكر على طول 2.5 كوباية مية من الحنفية عادي. هقلبهم بمضرب سلك يدوي لحد ما يدوب السكر خالص. هات اللايك. داب. هحط الحل على النار على أعلى شعلة وبعليها، وياك نقلب. لو قلبنا الشربات هيسكر ويبوظ، يبقى دام حطينا الحل على النار ممنوع التقليب نهائي. اول ما يغلي الشربات كويس فورا هوطي النار، وهسيب الحلة على نفس الشعلة العالية بس هوطيها. كل ده هو لسه مغليش غلوة كويسة. انا قصدي بالغلوة الكويسة لما الشربات يكون هيعلى لفوق اكنه هيفور، وتخليكوا جنب الشربات لا يفور ويبوظ البوتاجاز. وما تعملوا الشربات اعملوه في حلة ما تكونش صغيرة عشان لما يعلى ما يفورش ويبهدل الدنيا. لو اخدتوا بالكم ان اول ما الشربات كان هيفور لفوق خالص عملت ايه؟ طفيت النار لثواني بسيطة جدا، بس ان ادي فرصة ان الشربات يهبط تاني. اول ما يهبط فورا برجع اشغل النار من تاني، وفورا بحط عصير الليمونة، واحسب من اول ما وطيت النار فقط 15 دقيقة، وما زودش ابدا عن الوقت ده. اول ما يخلصوا 15 دقيقة على طول هحط 2 معلقة كبيرة عسل كلوكوز، وهحط ملح الليمون والفانيليا. هقلب تقليبة واحدة وعلى طول هعلي النار. الشربات يغلي غلوة كويسة، واول ما يعلى لفوق اكنه هيفور اروح فورا طافيه النار. هستنى لثواني بس الشربات بتاعي يهدى وينزل لتحت، اروح فورا مولعه النار على اعلى شعله بس بوطيها، واسيبها تغلي 1 دقيقة بس. غليت 1 دقيقة بس هطفي النار، ويبقى كده الشربات بتاعي خلص. فورا هجيب برطمان زجاجي كبير محكم الغلق او ازازه ازاز كبيره محكمه الغلق، هجيب كمان قمع، وهجيب مصفه تكون خرومها ضيقه قوي. هحط الأول القمع عليه المصفى، وبعدين هصب الشربات في المصفى وهو سخن. هسيبهم مكشوفين من غير غطا لحد ما يبردوا تماما. هات اللايك. بردوا وتماما، ساعتها هقفل بقى البرطمان كويس بغطاء، والإزازة هقفلها بغطاء.
بس طبعا هما لسه ما بردوش، عشان كده ما غطيتهمش بالغطشان بتاعتهم. لما يبردوا وتماما ساعتها هقفل كل حاجة بغطاها كويس. انا عملت كمان كيلو سكر بنفس الطريقة اللي قلتلكم عليها، بس انا بعملهم على مرتين، ما بعملوش على مرة واحدة، يعني بعمل كل كيلو لوحده عشان الوقت بتاعه مظبوط بالطريقة بتاعته وعشان يطلع مظبوط. في بقى شوية ملاحظ حابة ان انا اقولكم عليها. ان الكوب اللي بستخدمه لعيار السكر هو نفسه اللي بستخدمه في عيار المية، وزي ما قلتلكم انا بستخدم الاكواب المعيارية. وفي حاجة لازم تعرفوها، ان ملح الليمون، عسل الجلوكوز، عصير الليمونة الكاملة، وعدم تقليب السكر على النار، والمصفى الضيقة اللي صفيت فيها الشربات، كل الحاجات دي بتمنع ان الشربات يسكر او يعمل كتل سكر في الحلوة اللي بعملها. سبب ان الشربات بتاعك يطلع لونه غامق انك من الاساس استخدمتي سكر لونه غامق، وكمان التقليب الكتير على النار بيغمقه، غير انه بيخليه يسكر ويبوظ. طيب لنفرض انك عملتي حاجة واخدتي شوية شربات تنزلي فيهم الحلوة، وانك بعد ما خلصتي فات شربات، ساعتها تجيبي برطمان جديد ازاز نظيف محكم الغلق، وحطي مصفى ضيقة وصفي الشربات وخليه لمرة تانية. يعني اوعي ابدا تحطي شربات سبق واستخدمتيه على شربات ما سبقش واستخدمتيه، عشان ما تبوظيش الجديد والقديم وتخليهم يسكروا، ولازم قبل ما تعبيه تصفيه بمصفى ضيقة. ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو ايه، ما تنسوش السبسكرايب بتاعي. لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة.